احنا اتكلمنا عن بنات اوف لاين واتكلمنا عن دورك، عايزين نعرف برضو عن وصلة. حملة وصلة ايه هدفها ودورها؟ وصلة طبعا من ضمن المبادرات النسوية، بس هي مختلفة شوية. هم بيشتغلوا على فكرة الفيديوهات، هم بينزلوا يصوروا مع الناس. يعني احنا كنا عاملين فيديو في الحملة كانت عاملاه وصلة، هي بتاخد انسرتات مثلا، طبعا دي حاجات فنيه بيقولوها هم يعني ما اعرفهاش وتروح تسجل مع السيدات، وعلشان مش دايما الناس بتحب تظهر بوشها. فواصله بتشتغل على التوثيق مع الستات، تمام، اللي حابه تعمل فيديو بتعمل لها، اللي حابه ما تطلعش بس تحط التوثيق بتاعها، بتعمل افلام تسجيليه قصيره، بس هو كله في الاخر بيشتغل على الفيديوهات، بس بتنقل الستات عايزه تقول ايه او اوضحهم ايه او هم محتاجين ايه من خلال الفيديوهات. ده الستات عموما، مش بس دور الممرضات خلال لا 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 لا، ده دي حملة قضايا المرأة كلها. طيب يمكن في قضايا كتير قوي انت ذكرتيها يا اسماء اللي هي ليها علاقه مثلا بزواج القاصرات، بالتحرش الجنسي، بختان الاناث، ويمكن احنا الموضوع ده مثار جدل كبير جدا على السوشيال ميديا وسائل الاعلام دلوقتي. ايه النتائج الايجابيه اللي حققتوها من خلال سواء بنات اوف لاين او وصله لمحاربة أو يعني للتقليل من الفكرة دي دلوقتي أو الأفكار السلبية دي؟ هي الفكرة كلها طبعا، هو احنا محدش بيقدر يقيس الوعي، بس احنا ممكن نقيس الوعي على فترات طويلة. يعني مثلا احنا اشتغلنا مع قرية أبو خليفة من 2011 لحد 2019، لا نسبة الوعي مختلفة. كل مرة بنشتغل معاهم لا الناس بتقل والفكرة بتقل، وكمان البنات نفسهم اللي كنا بنشتغل وعيهم بيزيد. احنا مش بنقدر نقيس الوعي غير من مثلا لما نعمل مثلا فوت على النت او بتاع. طبعا موضوع الختان زي ما حضرتك قلتي كده هو مثار جدا دلوقتي، بس برضو الدولة بتشتغل على قوانين واحنا بنشتغل على وعي، والدولة تشتغل على قوانين واحنا نشتغل على وعي، بنضغط احنا الاثنين مع بعض. بس برضو مفاهيم تابو مقفول، عايز شغل كتير جدا عشان يتكسر. انا بتهيألي من يعني حملاتكم والحملات النسويه كتير انه حتى في تغليظ لعقوبه ختان الاناث في مجلس النواب كمان وافق عليها، واكيد ده كان دوركم في طبعا احنا ده اللي احنا بنحاول نسعى له من خلال بقى المبادرات او الحملات اللي احنا بنعملها. مع اشتباك مع الوعي بقى بتاع الناس ان شاء الله.